ثلاثة أيام من المباحثات بين وفد من مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية والحكومة الموريتانية تناول سعي الولايات المتحدة لشراكة جديدة مع موريتانيا بعد أشهر من تأهلها للاستفادة من البرامج التنموية لهذه المؤسسة. هذه الزيارة هي بداية مؤسسة تحدي الألفية مع حكومة موريتانيا للعمل معا ومعرفة كيف يمكننا الدفع بالإصلاحات التي تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية للشعب الموريتاني. في الأسابيع والأشهر القادمة سيتشاور الفريق الفني العامل مع الحكومة هنا ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص لمعرفة ما يمكننا القيام به معا لبناء برنامج عالي التأثير لشعب موريتانيا. معايير عدة جعلت موريتانيا تستفيد من برنامج العتبة، من أبرزها الإصلاحات التي قامت بها في ملفات حقوقية واقتصادية، الأمر الذي يرى فيه مختصون خطوة إيجابية نتيجة لمميزات الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة. هناك فرص كبيرة للدول الموريتانية استفادة من هذه المؤسسة، لأنها الدول التي تحرز نتائج فيما يخص الحكام وفيما يخص نشأة السياسات هي تلك التي تستفيد أكثر من هذه المؤسسة، من تمويلات هذه المؤسسة. الميزة الأخرى هي أن مساعدات هذه المؤسسة تكون على شكل منح وليست على شكل قروض، بالتالي لا تساهم في رفع مستوى مديونية البلدان المستفيدة منها. وكان مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية قد اختار موريتانيا خلال ديسمبر الماضي باعتبارها مؤهلة للحصول على مساعدة برنامج العتبة الذي يركز على إصلاح السياسات والمؤسسات في البلدان وتطوير نموها الاقتصادي. على مدى ثلاثة أشهر وقد تزيد ستعمل مؤسسة تحدي الألفية والحكومة الموريتانية على تحديد العقبات أمام النمو الاقتصادي في البلاد تحضيرا لمنح قد تستفيد منها موريتانيا ضمن هذا البرنامج. طيب الغوث الحرة، نواكشوط.